السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you كريمة؟ Today we memorized سورة الليل from آية 1 to آية 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. And then we did a quick revision till سورة الشرح. From سورة العاديات till سورة الشرح. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.